مساء الخير. كوندوليسا رايس في الشرق الأوسط من جديد. أحمد نجاد في بغداد كأول رئيس إيراني يزور العراق منذ الثورة الإسلامية. من العراق الذي يحميه الجيش الأمريكي هاجم نجاد أمريكا وسياستها. ورايس أعلنت اليوم أن طريق التفاوض لا تزال مفتوحة مع إيران. ماذا يجري على خط بغداد طهران واشنطن؟ هل العراق هو المدخل للمصالحة الأمريكية مع إيران؟ العنف المتنقل من جهة ثانية بين غزة والقدس الغربية يحصد الأرواح ويزيد الوضع تعقيدا. هل من أفق لخروج عملية السلام من هذا المأزق؟ هل يكون الحل بتفاوض مباشر بين إسرائيل وحماس حول هدنة طويلة؟ هل تأخذ حروب الاستنزاف الصغيرة المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة؟ في الجهات الأربع هذه الليلة نحاور كل من السادة ميلتون فيوس كاتب وأستاذ جامعي أمريكي خبير في شؤون الشرق الأوسط، معي الدكتور زياد عسلي رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين، الدكتور ليث كبة الكاتب العراقي ومدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق الوطني للديمقراطية، والدكتور حسن منيمني مدير مؤسسة الذاكرة العراقية وخبير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. أهلا بكم في هذه الحلقة. أبدأ حقيقة هذه الحلقة بتقديم التعازي بوفاة الكاتب والمفكر الكويتي أحمد الربعي الذي فقده العالم العربي. كان صديق للحرة، كان صديقي شخصيا. نتوجه من الشعب الكويتي من عائلة الفقيد بحر تعازي قناة الحرة. أبدأ معك ميلتون بموضوع زيارة كوندوليسا رايس. الوزيرة رايس أعلنت أنها لن ندعها تنتصر، وكانت تعني حماس، فيما تعهد محمود عباس بأنه لن يسمح للمتطرفين بجرنا إلى دوامة عنف لن نخرج منها. برأيك ميلتون، عملية القدس الغربية، العملية التي جرت يوم أمس، هل كانت الرد على هذا الكلام؟ أعتقد أن هناك الكثير جاري على الميدان، وهناك قنوات مفتوحة للذين يقوضون المنطقة. إذا ما كان فعلا الأمن الإسرائيلي جيد أم لا، ولكن أثبتت أنه مهما فعلوا دائما هناك ثغرات للعنف من جانب أو لآخر، وكانت عملية ناجحة لو قسناها بناحية الدم أو الدماء التي ترتبت عنها، ولكنها لم تؤثر على مصلحة أي شخص. ولا يمكنني أتخيل أنها ستساعد حماس أو عباس، ولكن يعود الأمر للمستوطنين، لأننا هناك حجة الآن، علينا أن نثبت قوتنا ونذهب إلى وضع مستوطنات جديدة أكثر في الأراضي المحتلة. ميلتون، في نقطة يعني أريد توضيحها منك شخصيا. الوزير رايس أكثر من 13 أو 14 زيارة إلى المنطقة، كل هذا الجهد ذهب سدى برأيك؟ يعني لا طائل من تلك الزيارات حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، يعني غزة من جهة ومن ثم عملية في القدس الغربية. لقد لاحظت في الاستطلاعات الإسرائيلية التي تشير بالشدة أنه أكثر من 50% من الإسرائيليين قالوا أنهم علينا أن ندرك أن حماس هي الحكومة الشرعية على الأقل في غزة، ولديها فعلا مزاعم حقيقية على كذلك السلطة الفلسطينية، وهذا أمر رفض أن يعترف به الرئيس بوش. وحتى أن كوندوليزا تفهم الوضع أفضل من الرئيس، وهكذا أعتقد على الأقل أنه لن يتركها تفتح القنوات الدبلوماسية كي تتقبل بحماس. وبالأخير حماس أثبتت أنها قوة دانية، وليس فقط قوة انتخبت بشكل شرعي، ولكن قوة أثبتت سلطتها على غزة بدون متحد لها، حتى بذهاب الجيش الإسرائيلي هناك. لذلك الولايات المتحدة بالاستمرار في التغاضي عن الوضع الحقيقي في المنطقة، كما هو حالنا في الكثير من المواضيع، أو في العراق أو في إسرائيل وفلسطين، لا يبدو أن هناك انفراج لأي نوع من التقارب
بين هذه كل بين هذه القوى. أعتقد أن العملية مؤخرا التي قام بها بعض شخص في القدس ساعدت حماس كما ساعدت المتطرفين في إسرائيل. توافق لا ملتن على لا أعتقد أنها ساعدت حماس، إن حماس استفادت من هذه العملية، وأن تراكم الأشياء التي حصلت مؤخرا قد ساعدت حماس استراتيجيا. والسبب الأساسي في نظري أن الشقين المرتبطين كما علمنا بالسياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية هي دعم المعتدلين ومواجهة حماس. الحصل في الواقع مواجهة حماس أو بالأحرى مواجهة الشعب الفلسطيني في غزة كله، وعدم مساعدة المعتدلين بشكل ينعكس على الحياة التي يعيشها المواطنون في الضفة الغربية. لم يكن هناك أي تقدم أو أي مردود في الحياة اليومية، ولم يكن هناك أي مردود بالتقدم السياسي. يعني توضح لي نقطة ذكرتها، أنت قلت أنه أو عوقب الشعب الفلسطيني في غزة. في غزة ما كانت الطريقة الممكنة للرد على صواريخ حماس؟ يعني ماذا كان يمكن القيام به، بمعنى لتطويق، لننسى قضية الصواريخ، لتطويق حماس في غزة برأيك؟ لا غزة، لا الحكومة في رام الله، ولا الشعب في غزة، ولا حتى أطراف مهمة في حماس استطاعت أو تستطيع أن تمنع قسام، وبالتأكيد لم تستطع إسرائيل أن تمنع القسام. فتحميل مسؤولية وقف القسام على الشعب الفلسطيني في غزة على العموم هو أكثر كثير ما يحتمله الشعب الفلسطيني، وهذا طبعا الكل يعرف ذلك. وقف القسام هو جزء من سياسات مختلفة قد تكون قد تنجح وقد لا تنجح، ولكن الذي دفع هذا الثمن بشكل مباشر كان الشعب الفلسطيني في غزة. والذي ربح برأيك وحصد هو كانت حركة حماس، يعني من عمل من أحداث غزة إلى العملية في القدس، من كان الرابح؟ أعتقد أن حماس كانت الرابح. حسن، بطبيعة الأحوال وافق ما قاله زياد حول أن مسألة القسام لا تعالج، بطبيعة الأحوال لا تعالج بهذا الظلم الذي تعرض له المجتمع الفلسطيني في غزة. بس لم ما أحد أجابني كيف تعالج. نعم، لنكن واضحين هنا، صواريخ القسام قد أثبتت عن فعالية عسكرية رائعة، تمكنت من قتل العشرات بل المئات من الفلسطينيين، وكذلك الآلة الحربية الإسرائيلية كذلك قد أثبتت عن فعالية محدودة، إذ تمكنت من قتل بعض السكان الآمنين الأبرياء الإسرائيليين في القدس. نحن أمام حالة الاستدراج المتبادل لطرفين للأسف يتعاملان مع المسألة العسكرية وكأنها لا جانب إنساني ولا جانب اجتماعي وسياسي لها، قد أثبتت بأننا نقع في فخ الوصول إلى حالة المأزق السياسي الذي نحن عليه اليوم. ولكن فلنعود إلى مسألة من المستفيد، ولنعود إلى مسألة حماس. كنا أمام حالة شاذة ابتداء، وهي بأننا نريد أن نتوصل إلى تسوية سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل عبر الحديث مع نصف الفلسطينيين وليس مع كل الفلسطينيين. هذه كانت حالة شاذة. نعم، ما نحن أمامه اليوم أن هذه الحالة قد فشلت، لا يمكن التوصل إلى تسوية أو إلى حالة تسوية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين ما لم نصل إلى تسوية داخل البيت الفلسطيني. دائما نعم أنت تقول إذن ما السبيل، كيف نرد على القسام؟ لا حتى لا أسأل هذا السؤال مجددا، إنما في أكثر من حلقة ومن هذا المكان بالذات سألت حسن منيمي أكثر من مرة كيف السبيل إلى وحدة البيت الفلسطيني، لم نحصل على جواب إلا ضرورة وحدة البيت الفلسطيني. نعم. إنما مع حماس، مع القوة التي تزداد يوما بعد يوم شعبيا وحتى عمليا على الأرض، يعني الوضع الميداني، كيف نصل إلى وحدة البيت الفلسطيني؟ لابد من القبول بأمر واقع، هنا هو بأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع إقصاء حماس. هذا هو السبيل الأول. حتى إذا كانت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية وحتى إذا كانت الدول العربية والمجموعة الأوروبية تفضل إقصاء حماس، واقع الحال الفلسطيني يكون بالإقرار بحقيقة أن حماس هي قوة مؤثرة لا يمكن إقصاؤها عن الحوار داخل المجتمع الفلسطيني وصولا إلى صيغة فلسطينية مشتركة. هذا هو المدخل، أنا لا أقول هذا هو الحل، ولكن هذا هو المدخل فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني. حق إسرائيل ألا ترضى
بأن يكون الطرف الذي يعمد إلى قتل عمد إلى قتل متعمد للمواطن الإسرائيلي، لا ترضى أن يكون هذا الطرف هو المحاور. ولكن هذه مسألة فلسطينية إسرائيلية، علينا أولا أن نتطرق إلى المسألة الفلسطينية الفلسطينية. يعني في إضافة للنقاط اللي ذكرها توافق على ما أنا أعتقد حسن. نعم، وحدة البيت الفلسطيني أولا، لأنه زياد يظهر أن لديه ملاحظات سأعود إليه. أنا لا أقول أولا، أنا قطعا أقول وأؤيد حقيقة أن لا يمكن أن يكون هناك سلام بتجاهل حماس، هاي حقيقة. وأعتقد أي محاولة كانت اللي جرت للضغط على 1,000,000 إنسان في غزة بشكل عقوبة جماعية واضحة، كانت في محاولة لإلغاء دور حماس، يعني أثبتت جاءت بنتائج معاكسة. لكن الأهم من ذلك، أنا أرجع إلى موضوع المعتدلين اللي أشار إلى الأخ زياد، الأمر الجوهري الغائب أن إسرائيل لحد الآن لم تقدم شيء حقيقي للطرف الفلسطيني لتقوية يدهم أو برنامجهم إطلاقا. يعني وأنا أفهم أيضا الموقف الإسرائيلي موقف قوي، أمريكا مستعجلة أن تحقق شيء قبل أن تنتهي ولاية بوش، الطرف الفلسطيني يريد أن ينهض بنفسه ويطوي صفحة على الماضي ويقوم بالتنمية، لكن الطرف الإسرائيلي في موقع قوي لا يستعجل، فبالتالي لم يقدم أرض ولا لم يعيد شيء إلى الفلسطينيين. أنا أعتقد هذا أمر جوهري غائب في المعادلة. يعني لا أريد الدفاع عن إسرائيل، إنما برأيك الوضع على الأرض، قد يجيبنا زياد عن ذلك، الوضع على الأرض، قدرة السلطة لتستطيع إسرائيل أن تقدم لها تنازلات معينة، هل تستطيع أن تضبط الأمن وأنت على بينة من موازين القوى، أنت على بينة من قدرة حماس؟ يعني نكون واقعيين، ينقل لي هذا الواقع سأعود إليك للفقرة الثانية. أنا أقول الوضع الأمني سيء الآن، ولكن سيصبح أسوأ حتى لإسرائيل، لسبب كل مؤشرات الديموغرافية التحول الديموغرافي الحاصل والتكنولوجيا، تصبح السلام مستحيل، عفوا الأمن مستحيل بدون سلام، مستحيل. يعني الاستراتيجية الإسرائيلية اللي تقوم أنها قادرة بتكنولوجيتها أن تفرض بالقوة أو بالتكنولوجيا أمن في منطقة صغيرة فيها 3-4 مليون إنسان، أمر مستحيل. الاستراتيجية يجب أن تقوم فعلا على تحقيق سلام، والسلام لا يمكن أن يتم إلا بإعادة أرض وتصفية ملفات. أنا أعتقد هذا المنطق الغائب راح يقود، قطعا الوضع اليوم سيء، لكن الوضع اليوم هو نتيجة ما حصل بالأمس. هل تكتفي حماس بالسلام؟ سأعود إليك ميلتون لحظة، هل تكتفي حماس أو تقبل بالسلام؟ وهل فعليا، يعني نضع الأمور على الطاولة، ليث يتحدث لا أمن دون سلام مع التكنولوجيا الحديثة، ما في معه. أنا لا أريد أن أجيب عن, 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 عن ما تكتفي به حماس أو ما لا تكتفي. أنا ما أخشاه أكثر من كل شيء هو أن القضية الفلسطينية خرجت عن أبعاد فلسطين، كما خرجت القضية اللبنانية، هي قضية على الأقل قضية المنطقة كلها واللاعبين الذين يقررون. توافق أنها خرجت عن الإطار الفلسطيني؟ ما في شك إنه في هلأ في القوى العظمى الإيرانية، والقوى العظمى الأخرى هي الولايات المتحدة. نعم. وما في كل بينهما، وما بينهما، فهنالك لاعبين بالمنطقة يتدخلون في هذه الأمور. لا أعتقد أن حماس أول شيء هي شيء واحد فقط بقرار رجل واحد في غيره، ولا أعتقد أنها منفصلة عن القرار في المناطق في المنطقة، القرار الإقليمي. القرار الإقليمي، فهذا شيء. وكمان أعتقد أن هذا جزء ينطبق على ما الفلسطينيين المعتدلين، هم جزء من تصور آخر يريد التفاهم مع إسرائيل ومع أمريكا ولا آخرية ولا آخرية، وهذا عليه انعكاسات داخلية. ما أخشى ما نخشاه طبعا أن يكون القرار الاستراتيجي بالفعل، القرار الحقيقي الإسرائيلي، هو عدم التوصل إلى دولة فلسطينية ومنع تطور المباحثات بينها وبين عباس وإلى آخره للحصول على هذا الشيء، وهذا طبعا سيفشل هذا الموضوع. وكل شيء يعكس نفسية الضحية الفلسطينية والمقاومة ستستفيد منه حماس. سأعود إلى هذا الموضوع، النقطة الأساسية وهي الهدنة بين إسرائيل وحماس. إنه ميلتون فيوس كان لديك تعليق أو رد على
حسن أو دكتور لي. نعم أردت إلى أن أشير بالكلام عن الأمن وبكل الحديث عن تقديم التنازلات لتقوية حماس. آخر الأرقام تشير الاستطلاعات أو منذ أشهر هناك 540 نقطة تفتيش في الضفة الغربية. أولمرت وعد لخفضها إلى 500 نقطة تفجيش وكأنه سخي. الآن آخر الأرقام تشير أن هذه النقاط ارتفعت إلى 580 حتى أو أنه كذب أو ليس لديه سلطة. وأنت تتساءل عما يجري. هناك كذلك بدون شك مدارس في إسرائيل التي أو مدارس فلسفية تعتقد أن أولمرت ليس لديه أي سلطة وأن كلامه أو يمكن تجاوزه من القوات الأمنية أو من الجيش أو من الاثنين. ويبدو أن هذه الحالة سارية أو خاصة من أن الجيش والقوات الأمنية هي تتأثر بحركة المستوطنين. نعتقد أن الأمر ليس على ما يرام وأن الأمر سيسوء وسيتعقد. وللأسف نستمر برئاسة رئيس لسنة أو أقول 10 أشهر وأنا أحتسب الأيام والذي لا يقوم أي شيء لتصحيح هذا الوضع. ووزيرة الخارجية التي تذهب هناك وتعطي كلمات لطيفة ولكن بدون تأثير. أعزائي المشاهدين سوف أعود إليك حسن ما بعد هذه الاستراحة. نتوقف في استراحة أولى نعود بعدها إلى الجهات الأربع فأبقوا معنا. من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجهات الأربع. حسن قبل أن ندخل بموضوع الربط بين أحداث غزة والقدس والموضوع اللبناني كان لديك تعليق على نعم واقع الأمر. إنني أتفق تماما مع ما قاله ليث بخصوص الأزمة الوجودية التي تعاني منها إسرائيل فيما يتعلق بالمستقبل، التحولات السكانية والتقنية التي تجعل من السلام والسلام الآن السلام الفوري حاجة ملحة إسرائيلية. ولكن نقطة الخلاف هي أنا لا أعتقد بأن تمنع إسرائيل عن أي خطوة في هذا الصدد سواء كانت مرحلية أو على المدى البعيد اليوم ناتج إلى موقع قوة بل إلى موقع ضعف، وتحديدا فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية التي تعرضت لانتكاسة رهيبة نتيجة للحرب التي خاضتها مع حزب الله في تموز 2006 تواجه اليوم حالة جديدة أخرى، وهي هل يمكن أن تقدم أي شيء ينتج عنه أن الطرف الآخر الذي لا يتجه إطلاقا إلى أي منطق تسوية سواء كان هذا الطرف الآخر حماس أو حزب الله، هل تستطيع أن تقدم أي شيء وأن تخرج بنتيجة عكسية وبالتالي تتعرض للمزيد من الإنهاك والإضعاف داخليا؟ وهذا يتعدى الحكومة حتى إلى مستوى الثقافة الإسرائيلية، أي أن الإطار الثقافي العام في إسرائيل اليوم واع إلى أنه يعيش ما هو في نهاية المطاف أزمة وجودية. هناك أطراف في المنطقة تتحدث صراحة وعلنا اليوم عن زوال إسرائيل. هذا ما لم يكن واقع الأمر عندما ابتدأت إسرائيل في العملية السلمية منذ 67 وما قبل 67 كنا نسمع من أطراف عربية نعم تتحدث برمي الإسرائيليين. التوجه العام كان سام أن الميل عربيا كان تدريجيا باتجاه القبول بواقع أن إسرائيل دولة قائمة ومجتمع قائم، وبالتالي لابد لنا من التفاعل مع هذا الواقع وإن كان ببعض الخجل، أستطيع أن أقول بأكثر من خجل، ببعض النفاق. كان هناك نفاق في هذا الحديث، ولكننا اليوم عدنا إلى حالة يتحدث بها البعض تحديدا حسن نصر الله حزب الله ولكن كذلك أوساط حماس عن أنه يمكن الحديث عن انتصار يقضي على دولة إسرائيل. كيف يمكن أن نتوقع من طرف آخر هو في هذه الحالة الطرف الإسرائيلي أن يرضى بالدخول بعملية تسوية تؤدي إلى زواله طالما أن الطرف هنا يتحدث عن إزالته؟ لابد لنا من مصارحة ثقافية عربية. من العرب؟ عربيا لابد لنا من مصارحة ثقافية. هل نحن فعلا نريد أن نتوصل إلى حالة سلام أي بقبول الآخر أو هل نحن يعني منافق؟ يجرني إلى السؤال، لا يعني ليس خارج الموضوع. المشكلة مع هذا الفريق هي مشكلة فقط مع إسرائيل أم أنها أيضا مشكلة مع بقية ما يسمى بالاعتدال العربي؟ يعني برأيك مشكلة حماس
وحزب الله والأطراف المتعاونة معهما أو حليفتهما. برأيك نعم. المشكلة فقط مع إسرائيل أم أنها لها أبعاد داخل العالم العربي؟ لدينا حكومات عربية قد تكون صادقة، أنا لابد لنا من إحسان الظن، قد تكون صادقة بالسعي إلى تحقيق سلام مع إسرائيل، ولكن هل هذه الحكومات تعكس الرأي العام الثقافي في العالم العربي؟ هذا هو السؤال الأساسي. أخالفك القراءة إذا سمحت لي في فقرتين مهمة. ما بدي ضيع الموضوع بس لا. الموضوع مهم لا. يعني فقرتين مهمة. أنا أيضا قراءة موضوعية، أنا أقول قراءتنا إلى أن موقع إسرائيل أو موقف إسرائيل ضعيف قد يكون موقف الحكومة الإسرائيلية ضعيف، لكن إسرائيل دولة قوية بمواردها، بمئة سلاح، مئة صاروخ نووي، بس هذا مضر عليها وعلى العرب يعني وعلاقاتها الدولية. لكن أنا أقول أنها كدولة قوية بمواردها وعلاقاتها وتأثيرها ونفوذها وتعدل كل الدول العربية في كفة وإسرائيل في كفة في قوتها، هاي أولا. الرقم الثاني، أنا أعتقد كان هناك إجماع عربي في إعلام بيروت، إجماع رسمي عربي، قبلت إجماع رسمي عربي في إعلام بيروت، لكن طبعا كل حادثة تحصل فيها أي إشارة إلى إسرائيل، إسرائيل تتخذها ذريعة، وهذه حقيقة الأمر، لتقول أنه الأجواء غير آمنة. واقع الحال خلق الأجواء الآمنة يتطلب كما ذكر الأخ زياد طرفين، ليس طرف واحد. وأنا أعتقد من إذا التطرف سواء كان الديني أو التطرف السياسي أضر بالعرب والمسلمين اليوم أكثر مما أضر بإسرائيل. إذا تأخذ حجم قتلى التطرف الديني في بلاد المسلمين ألف مرة أكثر مما هو، بس الأطراف المتشددة لا تحصي عدد القتلى، يعني هذه النقطة ينبغي كذلك الأمر، يعني تحتاج إلى حلقة كاملة، أن هذا موضوع آخر. إذا نتحدث عن انتصارات إلهية من ناحية، ونتحدث عن انتصار في غزة بعد سقوط 120 قتيل، يعني هذه النقطة كذلك الأمر ينبغي توضيحها، ليس المهم عدد القتلى في العالم العربي. ممكن نحكي ما يجري بس في أعود إلى موضوع إلى فلسطين. بدي أرجع لك على قصة موضوع فلسطين. أعتقد أن هنالك إمكانيات الآن للخروج بنوع من التفاهم، والأيام القليلة القادمة ستورينا إذا كان هنالك مخرج من هذا المأزق الحالي بغض النظر عن ما حصل الأمس. هنالك القصة الأساسية ما سوف يجري في غزة، هنالك قضية الحصار وقضية المعابر وقضية كيف نقوم العلاقات بين حماس والحكومة الفلسطينية بالتركيز مع العلاقات المصرية الإسرائيلية بالدائرة الأخرى. المخرج الوحيد الذي يمكن أن يجمع هذه الحلول بشكل عملي وفي المدى القريب، وأصر بالمدى القريب، هو أن تحصل هنالك ما يسمى تهدئة أو هدنة أو نوع من عدم استعمال العنف متبادل ومتفق عليه، وفتح فك الحصار عن طريق استلام الحكومة الفلسطينية في رام الله المعابر باتفاقية دولية ومشاركة الأوروبية، حتى أنه الشعب ينفك عليه الحصار، ولا تستطيع إسرائيل أن تقول أن أعدائها سيمررون السلاح وإلى آخره. وكذلك ترضى حماس بهذا الوضع لأنها ستحصل على التهدئة، وستحصل على وستقبل عليها أن تقبل أن الحدود لن تفتح، المعابر لن تفتح تحت حكم حماس. هذا إجماع إسرائيلي. لماذا حماس سوف تقبل أن تسهل مهمة محمود عباس؟ لأنها يعني هذا السؤال طرحته سابقا على دينيس روس وقال ما تقوله. الثمن هو الهدنة. إذا حصل على هذا أول، من يقول أن حماس تريد هدنة؟ يعني لماذا ننطلق من افتراض أن حماس راغبة بالهدنة؟ يعني إذا رفضت حماس فيجب أن تبرر للشعب في غزة لماذا يجب أن يستمر الحصار بسبب قرار حماس، هذا أولا. وثانيا قادة حماس يجب أن يتفكروا إن ما هي قرارات الإسرائيلية التي يمكن أن تستعملها بالعنف ضد حماس. بنفس الموضوع سوف أترك موضوع يعني إذا الربط بين غزة ولبنان لحظة. ميلتون، برأيك إسرائيل راغبة بهدنة مع حماس، يعني تسعى لتبرير التوصل إلى هدنة مع حركة حماس برأيك؟ أعتقد هناك دعم من قبل الإسرائيليين للتوصل إلى هدنة مع حماس، أو أحد الأمور من باب السخرية المرتبطة بهذا أن الرئيس يرى مع العلاقة مع حماس
بارتباطها بإيران ومرتبطة كذلك بعلاقتها مع حزب الله ووضعها في ذلك الإطار الأشمل. نحن نقف عقبة في وجه أي مصالحة. مصالحة لا أعتذر عن هذه الكلمة. لا أقول ترتيب مؤقت مع حماس. قادة حماس هم ناس متبصرون، لديهم قاعدة من الناخبين، ملايين من السكان غزة، لا يمكنهم الاستمرار في أن يجعلوا الوضع أسوأ، ولكن يجب إدراك بمن هم. ومنذ وبما أن بوش لا يريد القرار بذلك، فما هناك شخص آخر سيقوم بذلك، وللأسف لا يمكنني تصور الوضع أن يكون أفضل إلا بعد تغير رؤية من قبل الولايات المتحدة. والرئيس لا زال مهوسا بإيران ويرى حماس كجناح من هذه المؤامرة الإيرانية لتقليص من نفوذ أمريكا. تفضل. بس أقول الأصح هو التهدئة يعني. لا أنا قصدت نقطة أخرى. يعني يحكى اليوم في اتباع داخل إسرائيل أن إسرائيل راغبة بالتوصل إلى هدنة مع حماس، بمعنى حماس في مناطقها، محمود عباس في مناطقه، وإسرائيل تتعاطى مع الاثنين معا. هل هذا ممكن أم لا برأيك؟ أعتقد أن القرار الإسرائيلي ونتائج ذلك على محمود عباس مسكين. القرار الإسرائيلي بالدخول إلى غزة بحرب شاملة قرار صعب جدا لإسرائيل، أولا بسبب التجربة اللبنانية، وثانيا بسبب التركيبة السياسية في إسرائيل حاليا. سيصلون إلى هذا القرار بمنتهى الصعوبة. طيب. قد يستعملون العنف، قد يقتلون ويغتالون ويعملون كل شيء. استبعدنا عملية اشتياق. ما حذفناها. استبعدنا. ما حذف. فمن الأفضل حاليا، وأنا بأكد على إنه أي شيء نحكي عنه الآن غير عن البحث الاستراتيجي هو مؤقت بطبيعة الحال. نعم. خلال مثلا حكم الرئيس بوش أو غيره وغيره، إنه التهدئة في بين حماس وإسرائيل واردة من جميع الأطراف. الجميع قد يستفيد منها الآن بتفاوض أو دون تفاوض. بدون تفاوض. المفاوضين الآن في هذه الدقيقة ونحن نتكلم هم المصريين وحماس، وبالناحية الثانية فلسطينيين رام الله يتكلمون الآن مع الإسرائيليين. بعشر ثواني أنه أريد أن أنتقل إلى استراحة. المشكلة بأن حماس تتعرض لضغوط من مصادر مختلفة. نعم حماس هي تمثل إلى حد كبير، تعبر عن مصالح مجتمع فلسطيني، ولكنها كذلك تنظيم عقائدي. سندخل بموضوع الحروب الصغيرة تتحول إلى حرب إقليمية، إنما بعد هذه الاستراحة. فابقوا معنا. عودة أعزائي المشاهدين إلى الجهات الأربع. يبقى لدي نقطة واحدة في الموضوع الفلسطيني، هي هل تتحول الحروب الصغيرة إلى حرب إقليمية؟ هل هناك مأزق لن تحله إلا الحرب الإقليمية؟ وننتقل إلى زيارة أحمد نجاد إلى بغداد. حسن كنت أنا قطعتك أعتقد. كنت أشير تحديدا فيما يتعلق بهذا الصدد إلى أن هناك عوامل أخرى فيما يتعدى العوامل الداخلية كي تتخذ حماس موقفا معينا. أشير تحديدا إلى رسالة التي وجهها أمير القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي الدين النصيحة، التي يدعو فيها كتائب القسام إلى الانشقاق عن حماس في حال حماس رضيت بالتهدئة، رضيت بالهدنة. إذا نحن نشهد هنا التداخلات، هناك مصالح طبعا إيرانية بأن تبقى الخارطة، خارطة الشرق الأوسط بوضع يسمح للمصالح الإيرانية بالاستمرار دون العرقلة أمريكيا، ومصلحة أمريكية بتطويق إيران في المنطقة. نعم حماس أي غزة، وكذلك لبنان أي حزب الله، وكذلك سوريا، كلها متداخلة في هذه المصالح دون أن نلغي العوامل المحلية الأساسية. ولكن علينا أن لا ننسى هذا العامل الإضافي خارج المواجهة الإيرانية الأمريكية الذي هو عنصر القاعدة. يعني ولكن كلام الرئيس عباس حول الذي اتهم بوجود عناصر من القاعدة في غزة
أنت تبرره. لا أنا لا أبرره، ما أشير إليه إلى أن هناك رغبة معلنة، هو قال ليس أنا ليس رغبة كلامي. معلنة من تنظيم القاعدة، خصوصا بعد الخسارة التي مني بها في العراق بإعادة صياغة توجه الخطة والتوجه في المرحلة المقبلة سواء في العراق أو في بلاد الشام. الحديث كان في الماضي كان تجاهلا مطلقا لشاكر العبسي في نهر البارد، أما اليوم فالحديث هو عن فارس الشام شاكر العبسي، والحديث اليوم عن نشاط واجب عن دخول توقيت دخول القاعدة. لن أدخل بتفاصيل الموضوع، أنه هذه القاعدة التي يتحدث عنها أبو مازن محمود عباس هي القاعدة أسامة بن لادن ظواهري أم القاعدة التي تتسرب إلى العراق عبر الحدود السورية؟ يعني طبعا أي هناك أي قاعدة تدخل وترابط، ولكن واقع الأمر إلى اليوم لا نستطيع أن نتكلم عن حضور فعلي للقاعدة في غزة، ولكن نستطيع أن نشهد أمام الأعين بأن هناك سعي حثيث وكلام عن توقيت دخول تنظيم القاعدة إلى فلسطين. هذا خطر لابد لنا من أخذه بعين الاعتبار. ملاحظة أخيرة بهذا الموضوع قبل أن ننتقل. يعني فقط أقول يجب أن لا نفكر في القاعدة كتنظيم محدد، هو في الواقع تيار يعكس الحالة المزرية، حالة الاضطراب، حالة الحروب، حالة ضعف الاعتدال تنتشر التيارات المتطرفة فيه، وفلسطين ليست استثناء لأي بلد آخر في المنطقة. طبعا يؤسفني القول أن مع ازدياد التدهور يزداد التطرف، ومع ازدياد التطرف الصوت العاقل اللي ممكن يقود ويخرج المنطقة من أزمتها يضائل ويختفي. موضوعنا الآن السؤال الرئيسي، أعود إلى موضوع غزة وفلسطين. ميلتون، هناك حروب متنقلة وصغيرة داخل المنطقة العربية. طبعا يعني هناك مشكل كبير في لبنان، وهناك المشكل الفلسطيني، يعني في أكثر من محل هناك تأزم. برأيك هذه الحروب الصغيرة هل تقود إلى حرب إقليمية في المنطقة؟ أعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية، والعالم العربي يدرك أنها يمكن أن تتحول إلى ذلك، خاصة في لبنان. لا أعتقد أن العالم الآن يحبس أنفاسه، لأن لبنان هو منطقة هشة التي يمكن أن تندلع إلى حرب في أي وقت. ولقد قلت لك وأنا أمزح أن اللبنانيين أصبحوا نبغى بفضل المشكل بترك مقعد الرئاسة شاغرا والمنصب مفتوح، ولربما ليسوا في حاجة إلى رئيس. ولكن الحقيقة أن الجامعة العربية انخرطت في الموضوع، خاصة في لبنان، لشعورها بأن هذا المشكل هو خاص بالشرق الأوسط وليس لبنان، ولا يمكن شيء يجعل اليمين المتشدد أكثر سرورا برؤية الأمور تخرج من نطاق لبنان إلى أزمة أكبر. وعلى الرابطة أو الجامعة العربية أن تفعل ما في وسعها لجعل هذه الأمور على مستوى محلي. ولقد قلت أنه بالنسبة للولايات المتحدة نفسها أن تدخل وسطاء عرب في العراق لتهدئة الوضع بين السنة والشيعة، والحقيقة أنه ليس من مصلحتنا وليس من مصلحة العرب كذلك أن نرى الأمور تتفجر. بنفس النقطة، أنما الملاحظ من قراءة الإعلام الإسرائيلي، وذكر هذا الشيء حسن منيمني في هذه الحلقة، أنك تشعر أن في إسرائيل شبه مأزق، يعني في شعور بانسداد أفق الحلول. يعني البعض يقول أن الحرب الصاروخية الجديدة التي تكرست صيف 2006 والآن في غزة خرجت عن الإطار التقليدي. أول سؤال، هل تعتقد إسرائيل بمأزق؟ طبعا الكل بمأزق. إسرائيل بمأزق، لبنان بمأزق، العراق بمأزق، فلسطين بمأزق، كله مأزق حقيقي. الحرب الإقليمية بتحل هذا المأزق؟ إسرائيل بمأزق، ستدفع إسرائيل. إسرائيل بمأزق استراتيجي، إسرائيل بمأزق استراتيجي، ولكن ليس هناك تهديد للوجود الإسرائيلي في المدى القصير. وخلي الناس يطلعوا من أوهامهم هذه أنه راح يخلصوا على إسرائيل، هذا كلام خطأ. بس الخريطة خطر أو خطأ؟ خطأ وخطر، خطر وخطر. إذا كان الناس يفكروا حالهم بينفخوا على إسرائيل وبتطير، يعني حرام يفكروا هيك. anyway، هلا الوضع الاستراتيجي في المنطقة هو كما قلت سابقا وأعيد إذا سمحت لي، في إيران وفي
الولايات المتحدة وفي كل نقاط التلامس هنا التماس في مشاكل. الحل النهائي سيكون هل سيحصل نوع من التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة أو ستحصل مواجهات، أو قد يحصل شيء آخر وهو المواجهات الصغيرة لتتوصل إيران للعلاقة الاستراتيجية التي تريدها مع الولايات المتحدة بالتفاهم مؤخرا أو بالمصادمة. هذا هو السؤال الكبير. تعزل قضية فلسطين عن لبنان عن إيران عن شو اسمه من هذا التصور الإقليمي، لن تستطيع الأطراف الفلسطينية أن تتفاهم مع إسرائيل إذا كان هناك تدخل من سوريا ومن حزب الله ومن إيران، لا يمكن. بس باختصار أنا أتفق مع زياد بالتصور العام، ولكن أشير أضيف إلى ذلك التالي: لدينا حالة فريدة فيما يتعلق بإيران. إيران دولة عظمى على الأقل إقليميا، ولكنها ولكن بالإضافة دولة إلى إقليمية كبرى، بالإضافة إلى منطق الدولة الذي يجعل منها صاحبة مصالح وصاحبة حضور وصاحبة تأثير، هناك منطق الثورة. منطق الثورة ومنطق الدولة متداخلان في الخطاب الإيراني. حتى إذا سلمنا بأن هناك نوع من الإشحاف أمريكيا في التعامل مع إيران، ولكن كيف يكون التعامل مع طرف يقول في آن واحد الموت لأمريكا وأريد أن أمتلك السلاح النووي؟ الكلام الأول هو منطق الثورة، الكلام الثاني هو منطق الدولة. على إيران أن تحسم المنطقين وأن تصل إلى منطق واحد، وكذلك الحال فيما يتعلق في لبنان مثلا بحزب الله. حزب الله يقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ثم يريد أن يكون التعامل معه على أنه طرف آخر ككل الأطراف الأخرى. علينا أن نحسم المنطقين، إما أن نلتزم منطق الثورة وبالتالي أن نتعرض باستمرار للآلات الحربية العظمى التي نواجهها، أو أن يكون لنا منطق دولة وبالتالي أن ندخل إلى منطق حوار ومنطق مصالح ومنطق مستقبل مشترك. تفضل. أنا في هذا الموضوع أعتقد طبعا أشارك زياد وحسن الرأي، مع تأكيد على أن تحليلنا لإيران مو فقط بالخطاب اللي ذكروه. أنا أعتقد يجب أن نقرأ إيران ما وراء الخطاب، قراءة ما يتحرك فيه على الأرض. وإيران تتحرك على الأرض ببعدين، أنا لا أقول ثورة ودولة، وإنما تتحرك ببعد تريد أن تكون دولة، خلينا نقول إقليمية كبرى كما ذكرت، فهي توسع دائرة نفوذها، وأيضا تريد أن يكون لها بعد شيعي ديني، هذا أيضا جزء من سياسة إيران في المنطقة. وإيران أنا في قراءتي إلى أين سائر الأمور، السؤال الرئيسي، نعم أشارك زيادة الرأي، لا أعتقد أن سيكون هناك استقرار في المنطقة ما لم تكن هناك صفقة مع إيران. لكن الأمر الذي يقلقني أن إيران اليوم تتحرك بسرعة وبقوة، ولا ترى على سبيل المثال أن في العراق وحل تغرق فيه، بالعكس ترى أرض مفتوحة، لا ترى أن في المنطقة وحل تغرق فيه. هذه الثقة المتزايدة بالنفس أعتقد ستمنعها من التفاوض، وستدفعها أكثر باتجاه أن توسع نفوذها، وبالتالي قد أنا أكون أميل إلى الرأي. صح موقعها التفاوضي أقوى بكثير، لكن مع فارق التشبيه قد يكون فيها شيء من الإجحاف، كما هو وضع إسرائيل، لا ترى مبرر إطلاقا في أن تقدم تنازلات الآن، وضعها قوي وهي قوة وضعها التفاوضي. وأنا أعتقد الزيارة الأخيرة اللي قام فيها الرئيس الإيراني للعراق سندخل معها مع ميلتون فيوش. ميلتون إذا لديك تعليق على الموضوع ونبدأ بزيارة أحمد النجار. ما أود أن أشير إليه، هناك تشابه أو تشابهات بين العالم العربي والإسرائيل في هذا المضمار، بحيث قوات ليست نافذة تجد من مصلحتها في أن تدفع بالنزاعات، لأن النزاعات يجعلها تظل في السلطة، وهذا ينطبق على حماس وعلى اليمين المتشدد في إسرائيل، وهذا ينطبق على الحكومة الإيرانية كذلك. لقد رأينا كيف أن اللوبي اليهودي الإسرائيلي في إسرائيل في الولايات المتحدة يعزز النزاعات، لأن بوجود النزاعات هم يكونوا محتاجوا إليهم. وكما قال زياد، الهدنة أو سميها
كما تشاء ليسوا في حاجة إليها، وهؤلاء الناس عليهم أن يتعاطوا مع مواضيع مهمة بوجود الهدنة ككفية توفير الأكل والغذاء والمستشفيات للناس، بوجود النزاعات يمكنهم أن يصرخوا ويهتفوا وليس عليهم التعاطي مع هذه المشاكل والقضايا. وبما أني الأمريكي الوحيد في هذه المجموعة وأنا كذلك أمريكي، أنني أسحب هذه الكلمة. وعندما تنشر الحكومة الأمريكية أو تدعم النزاعات بدلا من دعم المصالحة، فما تقوم به أنها تغذي مشاعر الكره. أعزائي المشاهدين، زيارة أحمد نجاد إلى بغداد بعد هذه الاستراحة الأخيرة، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، الجزء الأخير من الجهات الأربع، زيارة أحمد نجاد الرئيس الإيراني إلى بغداد. ليس كوبا، برأيك من الجهة التي أفادت أكثر من زيارة أحمد نجاد إلى بغداد؟ صحية، من يحصد يعني نتيجة هذه الزيارة؟ طبعا أولا الزيارة هي بدون شك رمزيا مهمة وسياسيا مهمة جدا. أول رئيس إيراني يزور العراق، ورغم أكو 150 ألف جندي أمريكي في العراق، بدون وجود الجنود الأمريكيين هل كان لا يمكنه أن يتمكن من هذه الزيارة؟ لا، أنت تصور كيف تكون زيارتها لو ما كان أكو جنود أمريكيين في العراق، ورغم وجود الجنود الأمريكيين وهم لم يقدموا له أي حماية بالمناسبة. الواقع القوات العراقية والقوات المحلية هي اللي قدمت الحماية. لكن هذه الزيارة مهمة جدا، لأن هي أيضا أحمد النجاد مقبل على انتخابات في إيران، ورسالة مهمة يقدمها فعلا للإيرانيين أن نفوذ إيران ازداد في العراق ومكانتها تعززت في المنطقة. والكل يعرف في العراق يوجد عمق في النفوذ الإيراني، هاي ليس سر يقال. وبالتالي إذا كانت هي لعبة شطرنج، فإيران الآن فازت بهذه مع وجود لاعبين آخرين مثل أمريكا، فازت فوز كبير وكما قلت رمزيا مهمة جدا. أعتقد تبدي مرحلة جديدة لنفوذ إيران في المنطقة. يعني الجهة الأكثر إفادة كانت إيران برأيك؟ بدون شك، وكما قلت هذه الزيارة قد تعزز من التيار المتشدد في إيران، لأنه أحمد النجاد أيضا مقبل على انتخابات، وممكن أن يقدمها كإحدى الإنجازات الرئيسية. هل سهلت الولايات المتحدة الزيارة؟ لا، أنا شو رأيك؟ يعني قناعتي أقرأ ما وراء السطور، أمريكا غير مسرورة للزيارة ولا ترحب بها ولا تريدها، خصوصا مع أحمد نجاد، وعلى مضض ومرارة أعتقد تتعامل مع نفوذ إيران في العراق، لأنه لا توجد حلول سريعة لهذا النفوذ، وإيران لا تترك بصمات أصابعها واضحة على ما تقوم فيه بالعراق، لكن الكل يعلم أن نفوذها في العراق متزايد. السام، أنا لا أعتقد بأن المعركة قد انتهت فيما يتعلق بالتنافس على النفوذ داخل العراق. نعم، لإيران حكما نفوذ واسع النطاق، وذلك عند أكثر من طرف وداخل كل طرف أو كل فئة بأكثر من مجموعة، ولكن الواقع قد تغير. كانت الولايات المتحدة تواجه قبل عام تقريبا في العراق حالة شبه مستعصية، أي أن كان هناك فشل عسكري مقابل استفادة إيرانية تلقائية من هذا الفشل. أما اليوم فقد تحولت الأوضاع، نحن نشهد رغم أن النجاح الذي تحقق عسكريا ليس بالضرورة ثابتا ودائما، ولكنه على الأقل اليوم هو نجاح واضح المعالم، وبالتالي أصبح بإمكان الولايات المتحدة أن تتواصل مع أطراف عديدة داخل، ليس فقط داخل الطائفة السنية في العراق، ولكن كذلك ضمن الطائفة الشيعية. الحديث عن صحوات حتى في الأوساط الشيعية هو حديث يطال عمق التأثير الإيراني. إذن ما نشهده اليوم ربما يستطيع أحمد نجاد أن يتباهى بأن من خلال الزيارة بأن إيران قد حققت إنجازا في العراق، ولكن هذا الإنجاز ليس نهاية المعركة، هو جولة من جولات هذه المعركة. أريد أن أعرف من ميلتون بنقطة ذكرها الدكتور كبي، أن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن زيارة نجاد. طب إذن ألا يعطي هذا مصداقية أكثر للسياسة الأمريكية في العراق، بمعنى أنها لم تكن راضية
وتمكن الرئيس الإيراني من زيارة بغداد وأن يتجول بحرية وحفاوة إلى آخره. يعني فيها نوع من المصداقية للسياسة الأمريكية بالعراق برأيك؟ لا أعتقد أن هناك مصداقية بالمرة، بل كان هناك إدلال، أو كنت تتصور أن نقدم الحفاوة لذلك الشخص الذي يراه الرئيس كمحور الشر في المنطقة. لا أعتقد هناك الكثير يقال، وهناك أو كان هناك حرج الرئيس بوش. لربما في أفضل الحالات أو في عالم من المثاليات الولايات المتحدة فعلا تنشر الديمقراطية والحرية، لكن حضور نجادي أو انتخابات حماس يجعلنا لنقول هذه إرادة الشعب وهذا ما قررته الشعوب، وسنحاول تفهم الإرادة الشعبية، ولكننا لا نقوم بذلك. ليست هذه من قبل أسلوبنا بالتعاطي مع المشاكل في الشرق الأوسط. ولا أعتقد أن أفضل ما يقوم به الرئيس هو تأمل. وحتى سناتور مكين لو إذا كانت ترشح للرئاسة أن ينسى الشعب الأمريكي زيارة نجادي، لأنها شكلت إذلالا وحرجا لنا. جاء إلى نيويورك وخطب في كولومبيا وذلك برعاية الأمم المتحدة وليست برعايتنا. إذلال للولايات المتحدة، بل العكس هو الصحيح. ومن جهة أخرى يبدو بأننا نشهد اليوم في العراق حالة تعاون على الأقل أمني بين الولايات المتحدة وإيران من خلال واسطة الدولة العراقية، الحكومة العراقية وفيما يتعدها. طبعا ذلك لا يلغي التنافس ولا يلغي المواجهات التي تستمر سواء علنا أو سرا، ولكن الحالة على الأقل العراق أكثر استقرار، الحالة أكثر استقرارا فيما يتعلق بالعلاقات بين إيران والولايات المتحدة، منها مثلا في لبنان أو في فلسطين. بالموضوع العراقي، في الموضوع العراقي نعم. طب زيادة وأعود إليكم ليث وحسن بهذا الموضوع. نقطتين بالنسبة للزيارة، تتصور كيف لو كان صدام حيا يرزق ما كان شعوره به بالنسبة لزيارة رئيس إيران. فلذلك أحوان صدام واللي كانوا معه بالتحليلات السياسية المناهضة للغرب إلى آخره، الآن لديهم أن يحسموا أمرهم ما هو موقفهم من إيران بهذا الضوء. ثانيا أعتقد أن أوافق على مع حسن بالقضية الجوهرية، وهي أن القضية العراقية لم تنتهي بعد. بالنسبة للصراع الذي ذكرناه في المنطقة، الساحة العراقية هي ساحة مواجهة أساسية بين أمريكا وإيران على الشعب العراقي، وكيف وأي نظام يريد أن يطوره بعد هذه المواجهة. وسوف يستمر هذا الصراع بغض النظر عن الوجود العسكري وعدم الوجود العسكري. وأعتقد أن علينا جميعا أن نساهم في حسم هذا الصراع بشكل يفيد مصلحة الشعب العراقي. أي نظام تريدون، تريدون نظام ملة أو تريدون نظام في حقوق للفرد، بغض النظر عن إنه الأبعاد العالمية. طرحت فكرة أريد التوسع فيها إذا أمكن الوقت، إنما في نقطتين أريد توضيح من ليث وحسن. ليث، برأيك حكومة المالكي، هذه الحكومة هي وسيط بين الأمريكيين وإيران أم أنها حليفة للإيرانيين؟ لا هي وسيط ولا هي حليفة، لأنه في الواقع المالكي لا هو رجل أمريكا ولا هو رجل إيران، هي حقيقة تقال. لكن أكو الوسط الأقرب الذي ممكن أن يكون وسيط بين أمريكا وإيران، هو المجلس الأعلى الذي هو أقوى كتلة في البرلمان العراقي وفي الحكومة العراقية، وله علاقة مع الطرفين قوية. وسيد عبد العزيز الحكيم كان في واشنطن مؤخرا والتقى مع بوش. والوضع في العراق في دوائر نفوذ عديدة ومركب ومعقد، لا يمكن ببساطة اختزاله. طبعا أنا في تحليلي، نعم الوضع الآن قد يكون لإيران ممهد، لكن على المدى البعيد بالصورة الكبيرة كل من يدخل العراق يغرق في وحلة أيا كان. سأعود إلى نقطة زياد، بس بدي رأي حسن بهذا الموضوع عن حكومة المالكي. يعني تشارك ليث بهذه النقطة؟ نعم. أنه ليس رجل إيران ولا رجل أمريكا. واقع الأمر أن هناك إنجاز أمريكي في العراق، وهذا الإنجاز هو زرع نواة حكومة وطنية.
أنا طبعا ليست هناك أوهام، الحكومة القائمة اليوم تعاني من مشاكل عديدة، منها فيما يتعلق ببعض أوجه الفساد، منها فيما يتعلق بمصداقيتها ومشروعيتها بنظر بعض المجموعات العراقية، ولكن رغم ذلك فإن هذه الحكومة تشكل في واقع الحال حكومة قادرة على أن تنطلق وأن تكون الأساس لشرعية عراقية. والمالكي تحديدا أنا أوافق تماما ما قاله ليث، وأضيف بأن المالكي ليس رجل إيران، ليس رجل الولايات المتحدة، هو فعلا يتصرف على أنه رجل العراق. إذن نحن نشهد قيام وإن لم تكن بالقوة القادرة على فرض هيبتها وسلطتها، ولكنها حكومة وطن. المشكلة الحقيقية اللي موجودة في العراق لو تركنا السياسة وتفاصيلها ونظرنا إلى الصورة الكبيرة، حصل خلل الآن في التوازن. العراق اليوم كبلد عربي ضعيف مجزأ طبعا، لأن في الكرد تقريبا استقلوا في دولة شبه يعني منطقة مستقلة، والوضع العربي مجزأ ومستنزف ويعني مستهلك منهوبة أمواله وحتى نفطه، وهذا الاختلال بالتوازن قوى يد إيران بشكل كبير جدا. وللمزح يعني فقط، إذا أنت تقول كيف صدام ممكن يفكر لو يرى اليوم زيارة أحمد الجناد، أنا أعكسها أقول شاه إيران ما كان يحلم أن يرى إيران بهذه الدرجة من النفوذ والتوسع اللي تحققت اليوم على يد أحمد نجاد. في نقطة ميلتون يعني نريد توضيحها معنا أقل من 3 دقائق. إذا قلنا أن زيارة نجاد كرست أن إيران وافقت أو اعترفت بالمشروع الأمريكي في العراق، أول شيء توافق على النقطة أن الزيارة تعني بصورة من الصور اعتراف إيراني بالمشروع الأمريكي في العراق؟ No, I think what we're looking at. ما ننظر إليه مسألة أنا أحمد نجاد أعتذر، المالكي يمثل ليس الشعب العراقي ولكن الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي، وأحمد نجاد هو كذلك استثناء، وهو كذلك حضوره يشكل امتعاض للسنة لعقدين، وهي كانت القوة المسيطرة في المجتمع العراقي لعقدين كما قلت. وأعتقد كانت حركة أو تحرك سياسية من المالكي لتقوية نفوذه وسط قاعدته الأصلية، ولكن لم تكن لديها أصداء طيبة وسط الكرد أو السنة لجعله شخصية وطنية بشكل أكبر، أو لجعل قيادته ذات طابع وطني وعراقي أكثر. لقد أعطتها صبغة حصرية أكثر. معي دقيقة، أسس التفاهم، إذا في إمكانية تفاهم الأمريكان والإيرانيين بالعراق، ما هي؟ بالدرجة الأولى الاستقرار الأمني، بالدرجة الأولى ما يتفق عليه لمصلحة الطرفين، لمصلحة الطرفين. وبعد ذلك هناك ندخل إلى نطاق الخلاف فيما يتعلق باستمرار الصيغة القائمة اليوم حول طبيعة النظام السياسي أو إدراج عناصر أخرى بهذه الصيغة عن طريق التحويل الدستوري المشروع أو عن طريق ربما إضافات تجانب الدستور إلى حد ما، وذلك لاستقطاب هذه الأطراف التي أشار إليها ميلتون، هذه الفئات التي تشعر بأنها خارج المعادلة الحالية. ولكن هذه تبقى بالدرجة الأولى مهمة عراقية قبل أن تكون مهمة إيرانية أو أمريكية. على الصورة الأكبر ما تريده إيران أن يكون لها مقعد كبير واعتراف بدور، أن تكون هي صاحبة المقعد الأكبر. شكرا ليث كبة، حسن منيمي، ميلتون جوست، وزياد عسلي. أعزائي المشاهدين نشكر حسن متابعتكم، تصبحون على ألف خير.